غاجي رمضان غنقراو القران غنجلسوا في الزوايا وفي الخبايا وفي المساجد وغير ذلك ونشدوا المصحف وكاين اللي غيختم وغايعاود ختمه ثانيه وختمه ثالثه ولكن حاله هو لم يتغير منه شيء. كذبه غشه قبل رمضان غشه في رمضان غشه بعد رمضان ارتشاؤه قبل رمضان ارتشاؤه في رمضان ارتشاؤه بعد رمضان كذبه قبل رمضان كذبه في رمضان كذبه بعد رمضان. ما انتفعت من تلاوة كتاب ربنا شيء، وكم من تال للقرآن والقرآن يلعنه. تذكر ألا لعنة الله على الكاذبين، تمنهم ها تذكر لعنة الله على الظالمين وانت ظالم وكل رزق اليتامى وكل رزق الأخوات وكل رزق الورثة وكل رزق الجيران وكل رزق العباد الله وكل رزق الناس اللي خدامين عندك وكل رزق وكل رزق السيد اللي مخدمك عنده انت واكل رزق وتتاكل الذين ياكلون اموال الناس ظلما تمنهم تتقرا وتتلو غادي ما هكذا ما حييت راك مازال ما حييتش فوقاش غتحين هذه غتقرا الايه وغتحط وغتبلع غتقول هاد الشيء راه كتنطبق عليا ورا السيد راه كيتسالي شي حاجه السيد راني كليته في شي حاجه السيد خصني نسالي معاه اليوم باش نخرج من هذا الحكم اللي راه كينطبق عليا. هذه حقيقة شهر رمضان وهذه حقيقة القرآن وهذه حقيقة إحياء القرآن.